عنوان المقطع لهذا نحب كرة القدم. اقتحم هذا الطفل ملعب استاد الاتحاد بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لأجل أخذ قميص اللاعب المفضل له. أوقفوه المنظمين بسبب اقتحامه للملعب، وهذه الفاعلة ممنوعة في القانون، لكن تدخل اللاعب الذي حقق حلمه. وقبل إخراج الطفل من الملعب، أتى حارس نادي مانشستر سيتي إيدرسون طلب من المنظم أن يترك الطفل لأجل أن يأخذ قميص لاعبه المفضل. المنظم وافق وأعطى الطفل حريته، والطفل طلب من برناردو سيلفا قميصه، وبرناردو سيلفا أعطى الطفل قميصه. موقف جميل جدا جدا بمعنى الكلمة. كان رجل هذا الموقف حارس نادي مانشستر سيتي إيدرسون، وكان احترام المنظم جميل. الطفل أخذ قميص برناردو سيلفا وذهب ليحتفل مع عائلته. ولهذا نحب كرة القدم بجميع تفاصيلها.